روميو لحود يقدم نغمة الحياة وفرحة العمر، موال، التحفة الغنائية الراقصة الخالدة التي شاهدها مئات الآلاف وصفقوا لها طويلا. موال يجمع لأول مرة نجم الغناء والطرب، شمس الشموس، صباح، والنغم الخالد وديع الصافي، النجم الصاعد وحيد جلال، الراقصة المبدعة نادية جمال، مع فرقة فينيسيا للرقص الشعبي، ولأول مرة الثنائي الضاحك كيغام وخميس. أنا جايب لك أحسن فرصة ذهبية. وجع خلى عني عك خلع يا فرقة الوظة، جيب لي هالعصاية. يا نهار اسود، ايه العيله دي؟ اول بالك يا خليل. قولي لي يا هند، انت بتحبي رشدي طبعا اكثر ما انت بتتصوري، وهو بيحبك؟ اكيد بحبني طالما انه بده يتجوزني. حيتجوزك؟ ده بيضحك عليك يا عبيطة وانت مش دارية. شو مبين؟ كلكم بدكم تبعدوني عنه، بس انا مش رح ابعد عنه، بحب بحب بحب. دخيلك يا مي، لا تخليني اعصى امرك وتوقف حجر عصرة في طريق سعادتي وهناي. مش ممكن، انا حبيت هالشاب وما فيش قوة بالعالم تخليني اتركه. اصلا مش عارفة امتى حنتجوز. يا حياتي، ما احنا متفقين ان حنتجوز بعد الاستعراض. اوعى تكون تضحك علي عشان هند الفلاح. اعوذ بالله اعوذ بالله، وده معقول ان انا هتجوز فلاحة على اخر الزمن؟ موال فيه اعظم ما غنت الشحرورة صباح. حاجة غرب الوقف وقف غير ملتو لقاي، لعل مخدب احلى وردي وغيره ما حبي. حاجة غرب الوقف وقف غير ملتو لقاي، لعل مخدب احلى وردي وغيره ما حبي. دخلك يا غربال شوق بقلب جبال، دخلك يا غربال شوق بقلب جبال. غربل 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 يا غربال غربل. وابدع ما شدا النغم الخالد وديع الصافي. مهما زيد بلوم وعتابا وانا لو جيت داغلني عتابا، لخلي الارض تضرب بالسحايا. موال من اقوى الافلام الاستعراضية على الاطلاق. موال توزيع الشركة السينمائية للانتاج والتوزيع بيروت، مدير التصوير ابراهيم شماد. موال من اخراج محمد سلمان.